رسائل انا ما معنا في هذا النقل المباشر قلب الطريق الرابط مدريد انزلاق اتجاه السوق الاسبوعي الطوارئ كما كتشوفوا معنا الطريق شبه خارقه الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة جديدة دائما أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا بهذا النقل الصباحي المباشر صباحة اليوم الاثنين كيف ما ذكرت تزامن مع السوق الأسبوعي وبداية الأسبوع السوق كيف ما كتشوفوا الطريق شبه فارغة إلا بعض السيارات القليلة جدا على غير العادة ربما الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعب الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام هكذا هي الأجواء قلب الطريق الرابع الذي انزلاق السوق الأسبوعي الطوارئ حيث الطريق شبه فارغة تزامن مع بداية الأسبوع تزامن مع السوق الأسبوعي الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة جوك تي في هكذا هي الأجواء هنا قلب الطريق الرابط ما بين الزمان والسوق الأسبوعي حيث الطريق شبه خارقة إلا بعد السيارات الخفيفة مارة من هنا مشاهدينا الكرام الصورة أمامكم نورمالمون اليوم كيكون السوق فكتكون الطريق عامره
اليوم العكس راك تشوفو سيارات قليلة. وصلنا للسور دابا، الصورة أمامكم سيارات قليلة جدا. هو المنظر العام. وصلنا للسوق مشاهدينا الكرام، إذن إلى هنا ينتهي هذا النقل المباشر. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، ألتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.